نشرة أخبار الثامنة من الوطنية الأولى، والبداية بالعناوين. والإعلان عن مستجدات العودة المدرسية خلال ندوة صحفية أهمها تحجير اصطحاب تلاميذ الهواتف الجوال إلى المؤسسات التربوية. تحية طيبة لكم جميعا، أهلا بكم. أعلن وزير التربية أنه سيتم خلال العودة المدرسية الحالية انتداب 2574 متحصلا على الإجازة التطبيقية في علوم التربية على أن يباشروا عملهم مع العودة المدرسية. الإعلان جاء خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مستجدات العودة المدرسية. تحجير اصطحاب التلاميذ الهواتف الجوال إلى المؤسسات التربوية قرار اتخذته وزارة التربية وأعلن عنه خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم مستجدات العودة المدرسية. بالنسبة للابتدائي راهو مسألة مصيرية، لاحظنا التلامذة ما عادش تركز، التلامذة تدخل، تلامذة صغار 9 سنين و10 سنين تدخل بهواتف جوالة داخل الأقسام، تصور المعلم، تصير مشاكل حتى بين المعلمين الأولياء، هذا احنا ما عادش نجم نقوله. بالنسبة للإعداديات والمعاهد في الأسابيع المغلقة معناها في الامتحانات أيضا يقع تحجير اصطحاب واستعمال الهواتف الجوالة باش نحضروا تلامذتنا على البكالوريا. العودة المدرسية ستشهد وفق وزير التربية نقصا في الإطار التربوي سيتم تلافيه بالانتداب والتعاقد مع النواب. النقص هذايا يضاهي 11000 منصب قار اللي هما موجودين باش ياخذوهم النواب، ولكن احنا نحبوا انتدابات قاره. هذاك علاش ناكد اليوم على انه فما السنه 2003000 اكثر من 2003000 استاذ باش يقع انتدابهم في اطار اكل الماجستير المهني، ثم فما زاد 2300 معلم باش يقع انتدابهم في اطار الاتفاقية الثلاثية اللي وقعت مع الاتحاد العام التونسي للشغل. العودة المدرسية ستكون وفق وزير التربية في موعدها، ولا توجد أي مبررات على حد تعبيره للقيام بأي تحركات احتجاجية، إذ انطلقت الوزارة في تنفيذ نقاط الاتفاقية الممضاة مع الطرف النقابي. ثلاثة التزامات احترمناها، خاصة منها الالتزام الأول والهام، وهو التزام منحة العودة المدرسية اللي السنة من اللي كان 360 دينار باش توصل بالنسبة لبعض أساتذة خام أجر الشهر الخام 1200 دينار حتى 1500 دينار في نقطة منحة الاستمرار. كيف المشروع الأمر موجود في رئاسة الحكومة وفي وزارة المالية، فما أيضا أساتذة 2015 اللي ما جاتهمش ترقيات، كيف زاد موجود الأمر مشى لرئاسة الحكومة. وبمناسبة العودة المدرسية وضعت وزارة التربية خطا أخضر للرد على استفسارات المربين والأولياء والتلاميذ. وعلى هامش الندوة الصحفية أكد وزير التربية حاتم بن سالم أكد تمسك الوزارة بعدم إسناد أي رخصة لمدرسي التعليم العمومي للتدريس في المؤسسات التربوية الخاصة، مبينا أن الوزارة اتخذت هذا القرار الذي يحظى بدعم نقابات قطاع التعليم التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل بعد أن قامت بإعلام أصحاب مؤسسات التعليم الخاص وقدمت لهم بعض المقترحات. قلنا لها نعطيه استثنائيا بالنسبة للسنة هذه وللسنة القادمة، نعطيه استثناءات ترخيص بالنسبة للبكالوريا وبالنسبة للسنة التاسعة، ولكن في المقابل يلزمك تقوم بواجبك ويلزم تنتدب. هذه آلاف التلامذة، هذه مئات الآلاف التلامذة، هذه آلاف المربين اللي يلزم تنتدبهم. فما ناس حاملي شهادات عليا، فما معناها إمكانية انتداب ما يساوي 5-6000 حامل شهادة عليا، ما قبلوش. الآن كل واحد يتحمل مسؤوليته، ما عادش فما تراخيص بالنسبة للأساتذة والمعلمين اللي هما في الوظيفة العمومية باش يمشيو يقريو في الخاص. واللي باش يقري في الاتحاد باش يقري طريق القانون. وفي الختام نشير إلى أنه بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونيزيا تي في .تيان. بقية متابعة طيبة لبرامجنا، إلى اللقاء. We'll be right back.